بكل صراحة ضيعنا نقطتين مع سعيدة، احنا خرجنا المباراة من قبل، احنا جمعية وهران جبنا 3 نقاط، مالوزمون با اونشيني لي فيكتوار هذوك، سي ان فو با معليش اون طرافاي. هذه هي كرة القدم، مرات تجيب نتيجة إيجابية، مرات دير تعادل نتيجة سلبية. دوك حنا نحضروا المباراة اللي جاية، مباراة سعيدة الآن أصبحت من الماضي، حنا مباراة سعيدة راح نلعبوا كل تو لي شونس تاعنا في سكيكدا، وإن شاء الله نروح نديروا مباراة جميلة إن شاء الله، وإن شاء الله اللاعبين يعاودوا يرياجيوا إن شاء الله. والمباراة مازال 11 لقاء بالكل كاع مصيريين، حنا نروح نديروا كاع نديروا اللي لازم علينا، وإن شاء الله يكون معنا الخير إن شاء الله. بكل صراحة صح مباراة سعيدة، الشوط الأول دخلنا في المباراة مليح كما ينبغي، صنعنا فرص جنا هدف، كنا قادرين في الشوط الأول نقتلوا المباراة ثلاث أهداف لأربعة. مالوروزمون دوزيام ميطون اللاعبين تراخاو شوية، طلقوا روحهم شوية، خلصناها كما يقولوا كاش في 4 ساعة الأولى، خلصنا سجلوا علينا هدفين، لاعبين تنقاسوا بهذوك الهدفين وما قدرناش نزيدوا نسجلوا الهدف الثالث. هذه هي كرة القدم، كي تستصغر الفريق يدور عليه كلش. ننظر انا المباراة كاع اللي راهم جايين، اللي بقاو كاع مباراة صعب في الميدان تاعنا ولا خارج الميدان تاعنا، اللاعب راه موجد، الضغط هذا الضغط، انا ننظر انا الضغط من بدا العام حتى يخلص العام، اللي ما يلعبش كرة القدم ما يتحملش الضغط. انا اللاعبين تاعنا حنا نوجدوهم بربي ان شاء الله، نعطيهم كلش، نعطيهم تعليمات، نعطيهم كلش، وان شاء الله يديروا اللي عليهم ان شاء الله. مجهزين اللاعبين على بالهم واش يستنى فيهم. المباراة كاع ماشي سهلين، كاع مباراة كاع عندهم أهمية، وان شاء الله يكونوا في المستوى ان شاء الله. انا الجمهور تاسكيك على بالي بلي حيساند الفريق تاعو من حقهم، ونظر انا نقول انا الجمهور لازم يكون في روح رياضية، هذا ما كان يجي يساند الفريق تاعو من حقه، ان شاء الله تجوز مباراة في احسن ما يرام. ان شاء الله يجي يعاونونا، لما لا ان شاء الله يجي يعاونونا، يزيدوا يمدوا الدعم للفريق ويزيدوا يمدوا له كما يقولوا قوه ان شاء الله. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، لي شك تاع سعيده راهو من الماضي، احنا رانا نحضروا دوك المباراه تاع شبيبتسكي كذا، ان شاء الله رانا نحضروا كما ما عرفنا نحضروا لي ماتش تاعنا، احنا تفاهمنا باش نروحوا ماتش بار ماتش. مالوريزمون واحد ما كان يستنى التعادل تاع سعيدة هنا فوق أرضية الميدان تاعنا. نعم نتحملوا مسؤوليتنا، احنا من اللاعبين ما يتهربوش من المسؤولية، ولا احنا كما كتب ربي سبحانه باش نكونوا فايزين، بعد عدلوا لنا واحد ما كان يسناها. احنا ان شاء الله التعادل تاع سعيدة راهو من الماضي، احنا رانا نحضروا شبيبة بجاية، شبيبة سكيكدا بليتو، ان شاء الله يكون معنا ربي يوفقنا، وانا رايحين نلعبوا يعني شبيبة سكيكدا عندها فرقه لاباس بها، وين راهم في المراتب الاولى، يعني ما احنا الفريق تاعنا ما يستهانش به، بالك الظروف هو اللي خلاته يكون في هذه المرتبه، ان شاء الله بلوتو بوسيبل ان شاء الله نتهناو من هذه الوضعيه. يعني براتيكمون لي جوار هنا كاع الله يبارك، كاع عندهم لاعبين الله يبارك في فرق اكسبيريمونتي، كاع لاعبين ما يخفاش عليك كي يكون ملعب ممتلئ، يعني تكون عندك لونفي تاع اللعب تاع ماشي زعما يكون عندك ضغط ولا ما نقلوش من قيمه روسي كادا، معروفين يعني الجمهور تاع شبيبتسكي كدا معروف وحماسي. نتمناو ثاني كي نعاودو نريسيفي وحنا ان شاء الله في استادنا، يكون الجمهور هكذاك اللي يعاون فينا، اللي يخلي اللاعب تاعو يافونسي بلا ما يعني يكون عيان بالك فيزيكمون، تقدر الجمهور يزيد يبوسي باش نتمناو حنا ثاني الجمهور تاعنا يعمر استاد هكذاك. في كل مباراة ما تشبهش الخطا، يعني تقدر شوف بوك سعيده قبلها داروا يشاك في استادهم، جاوا لهنايا داو نتيجه ايجابيه وراحوا بعد ما كانوا منهزمين، يعني مباراه ما تشبه اختها، كل مباراه عندها معطيات تاعها. حنا ان شاء الله ما نروحوش بتوب ضحيه، ولا نروحوا نلعبوا مباراه تاعنا كيما ما في لعبوا المباريات تاعنا، وان شاء الله يكون الحظ معنا ان شاء الله.
وشي الجمهور يعني قلت لك على هذه المباراة من الماضي، احنا نتمنى من الجمهور فريق تاعهم راه في وضعية شوية ما نقولوش كارثية ولكن صعبة، يعني يكون الحضور جماهيري يعني يعاونوا الفريق تاعهم، هذا فريق تاعهم، احنا ندخلوا نلقاو الملعب فارغ، يعني ما هادي لي فريق تاعهم يجي يعمروا الستاد تاعهم، من حقهم يزعفوا، احنا رانا هنايا ومن حقهم يفرحوا ثاني كوم ميم طون، هذا فريق تاعهم لازم يوقفوا معاه، لازم كيما علاش نستناو الدربي باش يعمروا الستاد، كاين المباريات واحد اخرين كون انت يا عمر استادك هذه تلعب هبطه اخويا بلا ما نعاودوا نفوتوا في 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 نقولوا كلامي واحد اخر، تروح تلعب بالاكستيريور ولا غير يعني تلقى الظروف شويه صعيبه، كيما هنا يا خويا تجي يلقى استاد معمر تموتيفي لي جوار تاعك جوسكا لا ديرنيير مينوت، وان شاء الله نسلكوها ونتهنى بليتو بوسيبل ان شاء الله. يعني براتيكمون لي جوار هنا كاع الله يبارك كاع عندهم لاعبين الله يبارك في فرق اكسبيريمونتي كاع لاعبين، ما يخفاش عليك كي يكون ملعب ممتلئ يعني تكون عندك لونفي تاع اللعب تاع ماشي زعما يكون عندك ضغط ولا ما نقلوش من قيمه روسي كادا، معروفين يعني الجمهور تاع شيبيسكي كذا معروف بحو حماسي، نتمناو ثاني كي نعاودو نريسيفيو حنا ان شاء الله في استادنا يكون الجمهور هكذاك اللي يعاون فينا اللي يخلي اللاعب تاعو يافونسي بلا ما يعني يكون عيان بالك فيزيكمون تقدر الجمهور يزيد يبوسي، باش نتمناو حنا ثاني الجمهور تاعنا يعمر استاد هكذاك. سي فري درنا فو با لي ما لازمش كاع كيما نقولو، لازم كانت لازم نديرو فيكتوار اوبليغاتوار باش نجيبو لي 3 بوان، مي لا غالب مونك دو كونسونطراسيون ونا كيسي دو بوت خرجنا بتعادل، دوك نروحو لشكيك دا باش نعاودو لافوت لي درناه هنا ادوميسيل، ان شاء الله نجي نرجعو بنتيجة ايجابية ان شاء الله. واش نقول، لازم باسكو لونترينر عطاني لا كونفيونس وين لازم نرجعها له، وان شاء الله نزيد المار كيفاش كي كدا باش نكمل في لالونسي هادي مليحه ان شاء الله. سي فري المباراه غادي تكون صعيبه جدا، مي بصح لازم اون فا ايكوتي لي كونساي تاع لونترينر وندخلو بحراره ان شاء الله باش نديرو نتيجه ايجابيه ان شاء الله. لا لازم نكونسونطرو جوست في الجو تاعنا ولي كونسين تاع لونترينر و لي سيبورتر ما سمعو لهمش، لازم نكونو ما في التيرا دي كوم دي زوم و ان شاء الله نربحو ان شاء الله. الجمهور ان شاء الله يجي السكيك دا باش يساندنا وان شاء الله نولو بلي 3 بوان نفرحهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، واش نقول لك خويا، التعادل هذا اثر علينا شويه ما حنا المعنويه، واش نقول لك هذا هو الفوتبول، تمنينا نجيبوا لي 3 بوان باش نزيد نقدموا في الكلاسمون، لا غالب ما كتبش هذا هي البالون، رانا نحضروا المباراه تاع سعيده ان شاء الله بكل سكيك دا عفوا باش نروحوا نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. الجروب او بيان كونسونطري، رجعنا ولينا كاع الجروب ورانا نخدموا مع لونترينور ستاف تكنيك ستاف ميديكال، ان شاء الله نكونوا مليح في سكيك دا ان شاء الله باش نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. نروحوا باش نجيبوا نتيجه ايجابيه، تما النتيجه اللي تخلينا نكونسونطريو بروشان ماتش اللي تخلينا نخدمو مليح، يعني انا جروب كاع ولاو انا عندهم ليكيب